السلام عليكم. واجل مستجدات في قضية الشرطي هشام عناصر نسوية في القضية. علمت الأخبار مستجدات في قضية الشرطي هشام الذي عثر على جثته متفحمة في الدار البيضاء. حسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من توقيف 4 أشخاص للشباه في تورطهم في هذه القضية. الموقوفين 4، جوج ديال النساء وجوج ديال الرجال، تم القبض عليهم بمدينة السعيدية، وذلك على خلفية الأبحاث التقنية التي باشرتها مختلف الأجهزة الأمنية التي تحقق في هذه القضية. تم نقل الموقوفين 4 من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء للتحقيق معهم. وردنا لحظة النيابة العامة بالدار البيضاء تأمر بفتح تحقيق عاجل حول اختفاء موظف الشرطة في ظروف تحتمل شبه جريمة. فتحت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يومه الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف ملابسات اختفاء موظف الشرطة في ظروف تحتمل شبه إجرامية. وحسب المعلومات الأولية للبحث بحسب البلاغ الأمني، فقد اختفى موظف الشرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء الأمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا أطهار الدماء. وقد مكنت عملية المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي من العثور على جثة متفحمة داخل خانة للصرف الصحي بقرب من دوار الخضارة بضواحي حد السوالم، والتي يشتبه في كونها للموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحديث على أصفاد مهنية وبقايا من صدرية الوظيفية. ويعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية باعتماد على بصماته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم ميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. كيف ما كتشوفوا القضية ديال هاد الشرطي اللي دارت ضجة يعني في المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن وفي بلدان عربية أيضا، بقى فيهم الحال بزاف اللي كنشوفوا حنا يا رجل أمن، يعني كيعطي الأمان للمواطنين والمواطنات، يتوفى بها الطريقة البشعة طعن على مستوى الدار وإلقاؤه في حاوية وإدرام النار عليه. هادشي كيبكي ماشي غير العينين، فهو كيبكي القلوب ديالنا، حي القلوب اللي كتبات سهرانة والقلوب اللي ضريفة بزاف، كتبات في صدمة بعد ما استماع لهذا الخبر. هذا الخبر عنده علاقة هادشي ما يروش بواحد رئيس العصابة الملقب بالريفي، كيقولوا عليه ريفي معريفي، ماشي كينتمي للريافة ولكن هو هذا هو اللقب ديالو. شوف شي مداخلات ما بيناتهم اللي ادى الى نهاية حياة هذا الشرطي. كيف ما احنا كنعرفوا باللي هذا الشرطي فهو كان كيقوم بالاعمال او بالعمل ديالو او اكثر من العمل ديالو، كان انسان محبوب عند الاقارب ديالو وعند اصحاب ديالو، انسان كان كيخدم عادي ما كانش ناقصه حتى شي حاجة، فبه كيتعرض لهاد ابشع الجريمة اللي كيف ما احنا كنسمعوا بعد ما كان كيضحي وكيقوم بالواجب الوطني ديالو. هذا احنا كما كنشميوه شهيد الوطن، فكنتفاجئوا بهذا الشيء هذا اللي وقع له. شوف شنو وقع له، واش بالصح هذا الريفي هذا عنده علاقه بهذه الجريمه او لا؟ لا، هذا الشيء اللي نكتشفوا وهذا الشيء اللي نعرفوا باش يوصل بك للدرجه يعني تشدوا هذا الشرطي وتقوموا به بهذه الافعال. زائد ما اكتفاش بهذا الشيء، فمشاو للسيارة ديالو
وقاموا كذلك بإضرام النار فيها حتى ما بقى فيها حتى شي حاجة. واش هادشي كامل انتقاما منه أم خائفين لا يشدوا البصمات ديالهم في هاد السيارة؟ هادشي علاش تم يعني إضرام النار فيها؟ أنا كنشوف بالفكرة الثانية هي اللي صحيحة، يعني خافوا ليكتشفوا البصمات، هادشي علاش قاموا يعني بحرق هاد الجثة وبحرق كذلك هاد السيارة ديالو. ولكن قد تكون يعني جبدوا البصمة ديالو بشي بلاصة أخرى. إذن هادو ناس عارفين واعيين وقارئين، ماشي جات غا على غفلة، هادي كانت مدروسة هادشي علاش وقع لهاد السيد هكا. فإن من بين الموقوفين الأربعة الذين أطاح بهم الأمن من مدينة السعيدية لشباه في صلتهم بجريمة القتل الشرطي هشام بمنطقة الرحمة ضواحي الدار البيضاء البارون مخدرات معروف الداعي الريفي اللي قلنا له حنايا، والذي كان موضوعا أزيد من 29 مذكرة بحث. يعني هذا الإنسان هذا كان خطير، عنده 59 بلان، يعني إنسان كيبقى يتخبع غا في الغابات، مرة كيخرج، يعني صعيب، يعني مي كتجيهم إخبارية الشرطة بأنه في واحد البلاصة كيمشيو يعني باش كيداموه باش يقبطوه، ولكن السيد كيكون يعني هرب لاد بالفرار. علاش؟ حتى هو عنده البرقاقة ديالو، هما البوليس جايين، هما كذا كيقوم بالفرار. والمعلوم أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت الأمس يعني الاثنين 6 مارس الجاري من توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة بمدينة السعيدية، يعني حتى العيالات ولاو كيشاركوا في هذا. واش هاد المرأة هادي هي اللي كانت يعني مصيادة أو كانت طعم لهذا الشرطي هذا؟ يعني شوف كيفاش اصطادت هاد الشرطي هذا مسكين، واش دات راسها بان الطوموبيله خسرات لها في الخلاء، قدمت بغات يد المساعده، راه حتى العيالات تاهما خطيرين بحال هكا. يعني علاش قات هاد الشرطي هذا قلبه طيب كنعاون هاد السيد هذا لاشتباهه في تورطهم في قضيه قتل وحرق شرطي بمنطقه امن الرحمه؟ وشوفوا معايا هاد العيالات هادو بحال هادو، شوف هي صعبة مكونة وداخلة فيها تامرة ما تجيكش تعلبة. ووفق المصادر دازها فقد تم نقل الموقوفين الأربعة من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة لمعرفة مدى تورطهم في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني. كيف ما كتشوفوا هاد مراقب بالريفي له علاقة، يعني أول حاجة له علاقة بهذه القضية هذه. علاش؟ هو المشكوك فيه الأول، حيث عنده يعني أزيد من 59 مذكرة البحث، حيث السيد هذا يعني فاق القانون، يعني كيبغي يتحداه، ولكن مع الشرطة والأمن راه كيجيبوك واخا تبقى علاش هما ما جابوش في الأول؟ يقولوا ويلي هذا السيد هذا عنده 59، تيسحبك أنت بهذه السهولة، يعني بهذه السهولة صافي السيد عنده واحد الروشي صافي راه صعيبه باش تشدو، راه هنايا راه البوليس حتى هو راه غامر بالحياه ديالو، انت راه كيتخبى غفل في الجبال وانتم راكم عارفين الجبال وتيخرج غا من الليل لليل، يعني صعيبه هاد السيد باش يتشد. واخا هكاك يعني الامن راه ما عنده حتى شي حاجه اللي هي صعيبه، مشاو وقاموا بالواجب ديالو ومشاو وجابوه، راه واخا ماشي غتخبى واخا تحشى في الكهف يجبدوك. واش هاد السيد هذا فعلا يعني 100% عنده علاقه؟ يعني كاين واحد الشكوكات تتوصل حتى 70% حتى 75% بانه هو الفاعل. وشوفوا كما قلت لكم شدوا تربعه مره، شوف هذيك المره كانت طعم انا متاكد، فمره راه ما يمكنش دير شي حاجه ولكن كانت طعم. واش هاد المره فعلا كيعرف هاد البوليسي هادشي علاش يعيطات له وقالت له راه الطوموبيله ديالي في السده تاجي حقها ما حقها؟ شوف شنو وقع.